كملين صباحنا معكم اكيد مشاهدينا، ولكن صار الوقت لحتى ننتقل الى اولى فقراتنا واللي رح نحكي فيها عن الخط العربي، اللي اكيد كل شخص عربي اليوم بيعتز بلغته العربيه وبالخط العربي كمان، وكمان بيصادف يوم 18 كانون الاول اليوم العالمي للغه العربيه، لغه الشعر والفنون، وهي اللغه اكيد اللي هي اغنت الحضارات. يا هايدي اكيد بهي المناسبه عفاف، اكيد رح نحكي مشاهدينا عن الخط العربي من الخطوط القديمه والتاريخيه اللي تطورت عبر الزمان، ويعتبر ايضا الحامل الاساسي لهي اللغه والوعاء الادبي والثقافي اللي انتقلت من خلاله عبر العصور. واليوم حديثنا بشكل موسع عن الخط العربي كقيمه معرفيه وحاله جماليه، نحكي اكثر تفاصيل عن الموضوع. يسعدنا ان يكون معنا لليوم الاستاذ ادهم فادي جعفري، مدرس ماده الخط في معهد دمشق. يسعد صباحك استاذ. صباح الخير. اهلا وسهلا فيك. صباح الخير استاذ. كل عام وانت بخير. يعني صدفه حلوه، وكان 18 كانون الاول هو بيصادف اليوم العالمي للخط العربي. يمكن كل حدا عنده هوايه بالخط العربي باللغه العربيه اكيد بيحتفل بهذا اليوم. خلينا نتعرف اكثر من حضرتك، يعني اليوم الخط العربي كمكون اساسي للغه، خلينا نتعرف اكثر من حضرتك. الخط العربي هو لسان اليد. لسان اليد الناطق كتابه هو الخط. اللغه تؤدى بمؤديين، اما لفظي او كتابي، والذي وصلنا من القرون السابقه هو الكتابه، يعني اي معلومه اي كتاب اي مخطوط وصل الينا مكتوبا. فالخط العربي هو نقل لهذه المعلومات ثقافيا، وتطورت هذه الأداة إلى أداء فني، فنشأت أنواع الخطوط الجمالية، وكانت وظائف الخط تؤدى أداء معرفيا ثقافيا، وتؤدى أيضا أداء جمالي كلوحات في محاريب المساجد، كلوحات في القصور، كمخطوطات بهذا الشكل. يعني الحديث يطول عن أهمية الخط العربي. أستاذة خلينا نوضح أكثر اليوم، مثل ما ذكرت عنا أنواع عديدة اليوم من الخط، نوضح هي الأنواع وشو النوع اللي بتتبعه اليوم حضرتك. نشأت الكتابة بكتابة بسيطة مستقيمة، وهذه الاستقامة تطورت إلى الخط الكوفي، وظهر للخط الكوفي أنواع كثيرة، إلى أن في هذا العصر الكوفي بتاريخه أكثر من 50 نوع، وكله يعتمد على حركات هندسية، إما ترسم بالأدوات الهندسية رسما دقيقا ثم تملأ بالألوان بالذهب والألوان الخاصة، أو حتى تنحت في المحاريب والكتابة، أو تكتب فورا مباشرة بالقصب الذي هو أداة الكتابة التي نستخدمها. فهذا الخط هو أبو الخطوط، الخط القديم، وحتى الصحابة كتبوا أمام النبي صلى الله عليه وسلم القرآن الكريم بهذا الخط، بهذا النوع. بعد ذلك نشأت وظائف جديدة للخط وجماليات جديدة، وانتقل الخط من اليابس إلى اللين. طبعا بقي الخط الكوفي يتطور وإلى الآن يتطور، ونشأت أنواع جديدة من الخط، واستقرت في بداية في العهد الأموي هنا في دمشق إلى أنواع الثلث والنسخ والمحقق والريحاني والرقاع والتواقيع، وانتقلت في العهد العباسي وتقعدت هذه القواعد أكثر وتطورت، وما زالت تتطور إلى أن وصلت إلينا بسبع أنواع مشهورة. خط الرقعة هو خط البسيط الكتابة اليومية، خط الديواني، خط الديواني الجلي، خط الفارسي التعليق، وخط النسخ، وخط الثلث، والذي تكلمنا عنه الخط الجميل الخط الكوفي. هذه الأنواع السبعة هي المستخدمة الآن، ومنها أخذت خطوط الكمبيوتر، اشتقت من هذه الخطوط و بدأت الكتابة الإلكترونية. كمان أستاذ أدهم اليوم عم نلاحظ مع تعدد وتطور وكثرة أنواع الخط العربي صار في تطورات كتير، وصار يمكن ما في شيء صعب أنه نحن نكتب وين ما كان، وين ما كان أنه نكتب أو نزين. طيب خلينا نتعرف من حضرتك على أهم التطورات يلي صارت على الخط العربي. الحقيقة كلام دقيق جدا، لأن الخط العربي عبر التاريخ
كل وظيفة طلبت من الخط العربي استطاع الخط العربي أن يؤديها جمالياً ووضوحاً. طبعاً يتنازع الخطوط العربية تتنازع هاتين الصفتين الوضوح والجمالية. بعض الوظائف تحتاج إلى وضوح أكثر من الجمالية كالكتابة العادية اليومية، هي بحاجة لوضوح وقراءة ولا تخلو من جمالية. أما مثلاً أنا أعمل في عمل فني فمقدم الجمالية على الوضوح، وضوح مطلوب لكن الجمالية مقدمة. فوظائف التي طلبت من الخط العربي عبر التاريخ كثيرة، منها مثلاً نضرب مثال عندما كانت الحمام الزاجل والرسائل الصغيرة، كلما كتبنا معلومات أكثر كلما أفضل، أليس كذلك؟ هي الورقة صغيرة فأنشئ خط الغبار لهذه الكتابة حتى يستطيع أن يكتب بكمية أكبر لهذه الكتابات. بنفس العصر نشأ خط الطومار الذي هو خط الكتابات الأبنية وله صفات أخرى وتختلف تماماً عن صفة الكتابة الصغيرة. فوظائف الخط عبر التاريخ أديت بشكل جيد، شكل لا يخلو من الجمالية، في جمالية العالية، فيه الروحانية، روحانية أداء المعلومة التي ستصل من خلال هذه الكتابة. تمام. أيضا أستاذ أدهم، نحن حابين نستغل وقتنا ووجودك معنا لليوم، خلينا ننفذ بعض العبارات اليوم، الكلمات والجمل اللي بتحب اليوم لنعرف أكثر المشاهدين عن الخط العربي. نعم. شو بتحب تكتب؟ هي سأكتب لغة الجمال بكتابة، سأكتب بالقصب حتى يعني القصب هو فيه الحنية الأكثر وفيه روح الكتابة. طبعاً الأدوات الخط أيضاً تطورت، لكن ما زلنا نستخدم القصب لأنه أدق دقيق وبري القصب وله آلية معينة واستخدام الأحبار في ألوان معينة تستخدموها في ألوان معينة؟ اللون الأساسي هو الأسود بالنسبة للحبر، إذا أطلق الحبر فهو أسود، لكن طبعاً في ألوان كثيرة و بس تحس الأسود هو الأساس أكثر شيء. أي طبعاً. هو الأساس، يعني إذا أطلق الحبر فهو الأسود. يعني أنا لأني بحب الأسود فما قلت هو الأساس مشان ما يقولوا لأنه طبعا أكتب الخط الديواني. تمام. الآن إحنا عم نعرض على الكاميرا كيف عم تكتب أستاذ أدهم. طبعا كل الخطوط لها قواعد مضبوطة دقيقة، هذه القواعد أساتذة الخط عبر الأجيال ضبطوا هذه القواعد، وكل جيل يقدم إلى الجيل الذي بعده حتى تتطور أكثر. شو أكثر الجمل أو العبارات اللي بتستخدمها اليوم بمجالك؟ بمجال الخط والله العبارات يعني كل العبارات تكتب، لكن ممكن مثلا البسملة هي تكتب أكثر شيء، يعني بسملة بأنواع الخطوط و في لها خطوط معينة اليوم؟ بكل خطوط تكتب. بكل الخطوط ولها أساليب كثيرة. يعني بالخط الثلث مثلا ممكن أن تكتب بألف طريقة وكلها ضمن القواعد، يعني نلاحظ كم هذا الخط واسع وفيه يعني القواعد فيه واسعة جدا. وهذا الذي يميز خطاط عن آخر بأنه يستطيع أن يستخدم القواعد بأشياء جمالية جديدة. بس شو القواعد الأساسية؟ فينا نوضح اليوم شو هي القواعد الأساسية؟ قواعد الخط تعتمد على عدة أشياء. واحد، القاعدة اللغوية، يجب أن أكتب بشكل لغوي صحيح. تمام. القاعدة الثانية هي قاعدة جمالية. القاعدة الجمالية تأخذ هذه الجمالية من عدة أشياء. واحد، من دراسة السطر والكتلة والتناسب. السطر يجب أن يكون متناسق، ممكن أيضا تكون الكتابة على تتابع، ليس سطر مستقيم إنما سطر صاعد أو سطر نازل أو كتابات دائرية. ويعتمد بشكل كبير الخط على دراسة الكتلة والفراغ، كتل الأحرف متناسبة،
لا يكون حرف صغير وحرف كبير، إنما متناسقة ك ك كمساحة ك كتتابع، وفي اللوحة تكون مدروسة، لا يكون حرف ضعيف وحرف قوي، إنما القوة ليونت الكتابة، وكل خط له قاعدة في ليونة الأحرف. أكيد. كمان اليوم عم نشوف أستاذ أدهم إنه الخط عم يعبر وعم يحكي عن وعم ينمي كمان القصص الوجدانية والروحية. صحيح. عند كل شخص اليوم وعند القيم كمان بنفس الوقت. صحيح. يعني هو الخط هو نافذة على الفن. وأنا أدعو دائما كل الطلاب أن يعتنوا بكتاباتهم، كتاباتهم اليومية. السبب الأساسي هو للدراسة، حتى إذا ذهب يدرس في بيته يقرأ ما كتبه. والشيء الآخر الراحة النفسية، عندما يكون دفتره منظم مرتب يستطيع أن يدرس بشكل سهل، وخاصة الآن امتحانات النصفية على الأبواب. فالكتابة الكتابة الجيدة تريح أول شيء صاحبها، ثم من ينظر إليها. يعني سيصحح مثلا المدرس ورقة الامتحان، إذا كان الطالب يكتب بشكل جيد منسق سيأخذ الطالب العلامة المناسبة، أما إذا كان الطالب يكتب بشكل عشوائي يعني ستذهب بعض المعلومات بدون تصحيح. صحيح. نعم. يعني من الشيء اللي كتبته نحن عرفنا شو كتبت لغة الجمال. اليوم أستاذ منشوف كثير من الفنانين التشكيلين، نحن أكيد عم تابع عبر الشاشة اليوم العديد من الفنانين. نعم. التشكيلين بتلاقي بيكون في تداخل بالكلمات. نعم. بالأحرف تمزج. نعم. ممكن حرف النون مع الميم. تمام. طيب هذا الشيء صحيح اليوم برأيك؟ نعم. كل الأحرف نقدر نحن فعلا أنه ندمجها مع بعض؟ صحيح. الآن بالنسبة لي هذه اللوحات المتداخلة تماما لها قواعد في كتابتها. القاعدة الأولى أن أؤدي المعنى اللغوي. يعني إذا كلمات واللوحة غير مقروءة اللوحة سيئة. يجب أن تأخذ أيضا طريقة في القراءة تكون صحيحة، فالتتابع الأحرف متتابعة لغويا، الكلمة لها تتابع بالأحرف. يوجد يعني لدراسة هذه اللوحات أي ارتباط باللغة، ارتباط باللغة. أما العشوائية والخروج عن كل شيء فهذا غير جيد. نعم. يعني لها ضوابط جمالية، ضوابط لغوية. تأخذ جهد أكثر من العادي؟ طبعاً. طبعاً. الكتابة المباشرة أو يعني الخطوط البسيطة، الخطوط يعني طبعاً صعوبتها متفاوتة أيضاً. ويعني مستواها الفني متفاوت، فبعض الخطوط تكون أسهل من خطوط أخرى بكتابتها. صناعة اللوحة يدخل فيها التجريد، والعبارة المشهورة لرائد فن التجريد في القرن الماضي بيكاسو قال إن أقصى نقطة أردت الوصول إليها في فن التجريد وجدت الخط العربي قد سبقني إليها بمراحل. يعني هو كان يعمل على لوحات التجريد وهكذا، لكن كانت تجربته بالنسبة للخط قصيرة. تجربة الخط عمرها 1400 سنة أو أكثر، والأجيال متتابعة تسعى إلى تطوير هذا الفن ضمن ضوابط جمالية وضوابط لغوية، فتطور هذا الفن ووصل إلينا بأشياء عالية جدا. وهناك لوحات كيف مثلا لوحة الموناليزا هي مشهورة جدا في الرسم، أيضا لوحات كثيرة عبر التاريخ مشهورة في الخط. كمان غير هيك أستاذ، يعني نحن وصغار كنا نكتب إنه كمان الخط يعني يعني بخلينا نعزز كمان القيم الوطنية. كنا صحيح نكتب صحيح أمة عربية واحدة ذات رسالة خالدة. كنا نكتبها بخط مزغرف وحلو. طبعا دائما يعني الكتابات في، حتى كنا نكتب يعني لوحات الحائط وهكذا تحتاج إلى خطوط جميلة، كتابة شعارات، كتابة، وكم كتبنا هذه الشعارات وكم صنعنا هذه اللوحات الصفية في الابتدائي وفي المدارس يعني بشكل عام. تمام. أستاذ بالختام نصائح كتير مهمة اليوم لكل حدا حابب يتعلم الخط العربي وللجيل الجديد، جيل الشباب.
والله بالنسبة للخط العربي، أول شيء يوجد معلومات من الخط لا يعذر أحد بجهالتها. كل من يمسك القلم يجب أن يتعلم هذه المعلومات. ضبط الكتابة، صفة كل حرف بشكل صحيح هو خط الرقعة. خط الرقعة هو خط الكتابة الذي نكتب به كل يوم. يعني أنصح الطلاب أن يتبعوا دورات في الكتابة العادية، وهي الفائدة كبيرة، ويلاحظ راحة في نفسه عندما يكتب بشكل جيد وواضح، وكل من يشاهد خطه يكون جميل، فيعطي جمال في روحه أيضا. أكيد. بالختام بدنا نشكر كل النصائح اللي قدمت لنا إياها أستاذ أدهم، وأكيد كل هاي النصائح إن شاء الله يا رب هيك كل الأطفال والأجيال يتبعوها لحتى ينموا قدراتهم ومواهبهم. شكرا لك أستاذ أدهم جعفري. شكرا لكم الحوار. أهلا وسهلا فيك، نورتنا. الله يبارك.